مشاهدي الكرام، اهلا بكم الى اخبار الخامسه مساء من مركز الاخبار بتلفزيوني سلطنة عمان، ومن ابرز عناوينها: 400 وظيفه جديده للعمانيين بشركه مواصلات وخطط لشراء سفن سياحيه بمواصفات عالميه. ريادة تؤكد استمرار دعمها لرواد الأعمال وتذليل التحديات لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أكثر من 30 مليون برميل إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال مايو الماضي. أربعمائة وظيفة جديدة للعمانيين بشركة مواصلات هذا العام، والشركة الوطنية للعبارات تخطط لشراء سفن سياحية بمواصفات عالمية. أعلن عن ذلك في منتدى مسارات الذي نظمته وزارة النقل والاتصالات، ورعى افتتاحه معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات. سفن سياحية عمانية ستنطلق من ميناء السلطان قابوس كبديل عن العبارات الحالية، أعلن عن ذلك ضمن خطط الشركة الوطنية للعبارات التي كشفت عن قرب تدشين شحن السيارات لإيران ووجود مفاوضات مع التجار العمانيين لاستيراد الفواكه والخضروات مباشرة من المواني الإيرانية عبر أسطولها، الذي استطاع منذ تدشينه نقل أكثر من ربع مليون شخص ونحو 50,000 مركبة. عملنا نحن تصور جديد للعبارات المستقبل، نحن نريد تخدم القطاع السياحي من جانب حكم ان نحن نخدم من ميناء سلطان قابوس، وتم اعلان انه سوف يكون ان شاء الله ميناء سياحي. هي عباره عن عباره شبيهه بالعبارات الحاليه بس فيها غرف للنوم. منتدى مسارات المنظم من وزارة النقل والاتصالات كشف عن زيادة استخدام العمانيين لحافلات مواصلات بأكثر من 40% وارتفاع نشاط شحن البضائع، وتبني الشركة لأفكار شباب عماني لتصميم محطات انتظار الحافلات لتعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توفير وظائف بحوافز مميزة. تم يعني طرح مناقصة لجلب حافلات جديدة. الحافلات راح يكون عددها إن شاء الله تقريبا 100 حافلة. هذه الحافلات راح تحتاج إلى سائقين وكذلك مفتشين ومهندسين. نتوقع أن مواصلات راح تضيف خلال هذا العام 400 وظيفة إن شاء الله في هذا القطاع. خدمات جديدة ستقدمها الشركة المنظمة لعمل سيارات الأجرة بينها عقود شهرية لنقل الموظفين من وإلى أعمالهم، وخدمة كبار الشخصيات ونقل ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع العقود الموقعة مع الشركة من 400 عقد لتصبح 600 عقد. نتيجة لعدم تنظيم سيارات الأجرة طول السنوات الماضية في الفنادق خلق نوع من يعني مشاكل السلبية على القطاع السياحي، منها أصبح الوافد ينقل السائح بشكل مباشر بالتنسيق مع بعض المتواجدين في تلك الفنادق سواء بأسعار متفق عليها وإلى آخره. تتكامل منظومة النقل العام مع خطط تطوير القطاع السياحي والتجاري بالسلطنة بهدف تنويع العوائد وإيجاد فرص وظيفية جديدة للعمانيين. إقرار قوانين جديدة وإدخال شركات متخصصة زاد من القيمة المضافة لقطاع النقل في السلطنة وساهم في حركة التنقل بين المحافظات. عبد الله بن علي البلوشي، مسقط. استمرارية دعم رواد الأعمال والوقوف على كافة التحديات وتوظيف كافة الخدمات أبرز ما تم التأكيد عليه في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة. واطلع الاجتماع على البرامج التنفيذية للوثيقة الاستراتيجية التي تضمنت مراحل نمو المؤسسة والتي تم ربطها بالجهات الحكومية المعنية بها والداعمة لرائد العمل. ترأس الاجتماع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس الإدارة. أقر مجلس الشورى مشروع اتفاقية بين السلطنة وجمهورية ليتوانيا في مجال التعاون الاقتصادي، كما أقر المجلس دراسة حول تعليم ذوي الإعاقة
وتأهيلهم في السلطنة، وناقشت الجلسة اقتراح مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المناقصات. وخلال الجلسة أحاط المجلس بعدد من الموضوعات المحالة من مجلس الوزراء، من بينها المذكرة التوضيحية حول رد الحكومة على ملاحظات مجلس عمان على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة الحالية، وكذلك الإحاطة بمشروعي الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الإحاطة برد الحكومة حول الرغبة المبدى لتقنين تصدير الأعلاف الخضراء خارج الحدود العمانية. ترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. أكثر من 30 مليون برميل إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر مايو الماضي بمعدل يومي قدره 967,800 برميل. أكثر من 30 مليون برميل إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر مايو الماضي بمعدل إنتاج يومي بلغ حوالي 968,000 برميل. وأشار التقرير الشهري الصادر عن وزارة النفط والغاز إلى أن صادرات السلطنة من النفط الخام حققت ارتفاعا بنسبة 5.5% خلال شهر مايو الماضي، مسجلة أكثر من 24,800,000 برميل بمعدل إنتاج يومي يقترب من 800,000 برميل. أكثر من 80% من الصادرات النفطية العمانية استوردتها جمهورية الصين الشعبية، بينما توزعت النسبة الباقية على تايوان وماليزيا واليابان والفلبين. أما أسعار الخام العماني فشهد الشهر الماضي انخفاضا بأكثر من 4% مقارنة بشهر أبريل، مسجلا 50.55 دولارا للبرميل لشحنات شهر يوليو القادم، متأثرا بالأسعار العالمية التي انخفضت بسبب زيادة إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وليبيا وارتفاع أنشطة الحفر بالولايات المتحدة الأمريكية. واستمر أداء الخام العماني اليوم دون مستوى 50 دولارا في بورصة دبي للطاقة رغم ارتفاع 28 سنتا، مسجلا 47.54 دولارا للبرميل لشحنات شهر أغسطس القادم. إلى الأخبار العربية والعالمية. في الشأن العراقي، قالت وزارة الصحة العراقية أن شخصين توفيا وأصيب أكثر من 700 آخرين بتسمم غذائي واسع نطاق في مخيم للنازحين بالقرب من مدينة الموصل شمال العراق. من جانب آخر، ذكرت مصادر أمنية أن 17 شخصا غالبيتهم من تنظيم داعش قتلوا في أحداث عنف متفرقة شهدتها مناطق تابعة لمحافظة ديالى شمال شرق بغداد. وأضافت المصادر أن مسلحين من تنظيم داعش نفذوا هجوما على أحد المقار التابع للجيش العراقي شمال شرق معقوبة، ما أسفر عن مقتل 4 من الجنود وإصابة آخرين بجروح. لا يخافون أكيد، أكو مكانات يعني مثل جو درايج. في ألمانيا، أصيب عدة أشخاص جراء إطلاق نار في محطة قطار بمدينة ميونخ، وأكدت الشرطة الألمانية أنها ألقت القبض على الجاني وهو ألماني الجنسية، موضحة بأنه قام بسحب مسدس من أحد رجال الأمن في محطة قطار ببلدة أونتر فرينغ قبل أن يطلق النار على 2 من المارة، وشرطية وصفت حالتهما بالخطيرة. ونفت مصادر أمنية أن تكون دوافع الهجوم إرهابية، مشيرة إلى أنه لم يتم معرفة أسباب الحادث حتى الآن. لقي نحو 50 شخصا حتفهم في انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة مستمرة في 3 مناطق جبلية جنوب شرق بنغلاديش، حيث طمرت كتل من الطين العديد من منازل القش منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء بنغلاديش. ولم يتضح بعد عدد المفقودين جراء هذه الانهيارات، وما زالت عمليات الإنقاذ مستمرة. مظاهر رفض عدة اتخذتها مؤسسات أمريكية ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول مسافري بعض الدول الإسلامية للولايات المتحدة الأمريكية، ومن بين تلك المظاهر عرض
متحف بنيويورك لقطع أثرية من حقب إسلامية يتم التعريف بها في المتحف. يعرض متحف الفنون في نيويورك قطعا فنية أثرية من منطقة الشرق الأوسط، وكل يوم الجمعة يستضيف المتحف مناقشة لعشر دقائق تركز على الفن الإسلامي، ويستعرض الإنجازات الفنية والعلمية التي توصلت إليها منطقة الشرق الأوسط منذ مئات السنين، وذلك ردا على قرارات الإدارات الأمريكية بمنع دخول المسافرين القادمين من بعض الدول الإسلامية. وتقول شيلا كامبي رئيسة قسم الفن الإسلامي بالمتحف إن علماء المسلمين خلال العصور الوسطى ساهموا بالكثير من النظريات العلمية، وأعطت مثلا بمدينة بغداد قائلة إنها كانت مركزا للمعرفة في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين. ويمنح المتحف فرصة لزائريه لإلقاء نظرة على قطع أثرية من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. الهدف من الحوارات اللي احنا بنقيمها اسبوعيا لمدة 10 دقايق هو ان احنا نسلط الضوء على مجموعة من الاعمال الفنية الاتية من بلاد الشرق الاوسط وايران، ومن خلال تسليط الضوء على بعض الاعمال الفنية دي او ممكن عمل فني واحد ان احنا نصحح المفاهيم الخاطئة او الصورة النمطية الخاطئة عن موروث بلاد الشرق الاوسط وايران. بالعكس احنا بنريد ان نقول ان هذه البلاد لها موروث ثقافي غني جدا وموروث فني عظيم. ورفضت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو يوم الاثنين إعادة العمل بحظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب على الأشخاص القادمين إلى الولايات المتحدة من 6 دول إسلامية، وكانت المحكمة تراجع حكما أصدره في مارس أذار قاضي اتحادي في هاواي علق العمل بأجزاء من أمر ترامب. وجاء الحكم بعدما أيدت محكمة أخرى الشهر الماضي حكما لقاض في ميريلاند برفض أجزاء من الأمر. نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وتتابعونا فيها بعد الفاصل. بكوادر عمانية، فواصل وديكور برامج الشهر الفضيل باستخدام تقنيات رقمية متقدمة. استعرضت اللجنة الفنية المشتركة المعنية بالآلية المرحلية للتخطيط العمراني 71 موضوعا فنيا وتخطيطيا تتعلق بالمشاريع الاستثمارية والاقتصادية والتخطيطية. كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها التاسع لهذا العام عددا من المواضيع المتعلقة بتغيير الاستعمالات والارتفاعات في كل من محافظات مسقط وجنوب الباطنة والشمال الشرقية وجنوب الشرقية. ترأس الاجتماع سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان رئيس اللجنة. تم اليوم مناقشة في اللجنة 71 موضوع لتغيير استخدامات الأراضي الزراعية أو الاستخدامات الأخرى للاقتناء السكنية في شمال الشرقية وجنوب الشرقية وكذلك في الباطنة وفي محافظة مسقط. وفق المنهجية التي اتبعتها اللجنة التخطيط العمراني اللي اعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط، طبعا الاستخدامات تغيير الاستخدامات هي إعادة تخطيطها وفق التخطيط السليم وفق المنظومة التي اعتمدها المجلس الأعلى للتخطيط. هناك جدول اقتصادية متكاملة من تخطيطها رفع قيمتها الاستثمارية من تغيير الاستخدام الزراعي إلى استخدامات أخرى وكذلك التخطيط وزيادة الأدوار، فمنظومة متكاملة في الاستثمار. حصدت وزارة القوى العاملة المركز الوصيف في جائزة القمة العالمية بفئة التشغيل الإلكتروني لعام 2017 بجنيف.
ويأتي الفوز تتويجا لدور الوزارة في تطوير خدماته الإلكترونية المقدمة للمستفيدين ومواكبة مشروع التحول الإلكتروني للحكومة. ويأتي تنظيم الجائزة من الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إذ يتم اختيار أفضل التطبيقات والإنجازات التي طوعت الاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ مخرجات القمة العالمية. وقعت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة اتفاقية استشارية لإعداد دراسة جدوى لمشروع إنتاج وتعليب السردين والمأكولات البحرية. ويأتي هذا المشروع ضمن المبادرات التي اعتمدها البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي التنفيذ، ويهدف إلى إقامة مصنع لإنتاج وتعليب أسماك السردين والتونة والتي تزخر بها بحار السلطنة بمتوسط إنتاج يصل إلى حوالي 1,000,000 علبة سردين في اليوم كمرحلة أولى، إضافة إلى الزيوت السمكية والأعلاف المستخلصة من الأسماك. المشروع الذي سيتم تنفيذه خلال 13 أسبوعا سيساهم في رفع القيمة المضافة لأسماك السردين والمنتجات البحرية الأخرى والتي يتم التعامل معها حاليا وبيعها في الأسواق في صورتها الخام بدون قيمة إضافية كبيرة. شهد معدل تضخم بالسلطنة خلال شهر مايو 2017 ارتفاعا نسبته 1.96% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2017، بمعدل ارتفاع نسبته 0.15% مقارنة بشهر ابريل 2017. ويعزى ارتفاع مؤشر الأسعار خلال شهر مايو 2017 مقارنة بالشهر المماثل من عام 2016 إلى ارتفاع أسعار مجموعات رئيسية كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.57% والنقل بنسبة 7.46% والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية والاعتيادية بنسبة 2.46%. بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 37 من أذون الخزانة الحكومية 60,600,000 ريال عماني تستحق حتى 12 من شهر يوليو المقبل. أذون الخزانة تعمل كأداة مالية مضمونة لفترة قصيرة للأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. عملت دائرة الإبداع والابتكار وقبل بداية الشهر الفضيل على إنتاج مجموعة من الفواصل التلفزيونية المبتكرة، بالإضافة إلى تنفيذ ديكور مختلف البرامج الرمضانية، حيث تم تجهيز استوديو رقم 9 بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لتصوير هذه الفواصل. هكذا خرجت فواصل شهر رمضان بشكلها النهائي على الشاشة. دائرة الإبداع والابتكار بدأت العمل على تنفيذ الفواصل قبل انطلاق الشهر الفضيل بكوادر عمانية شابة. استوديو رقم 9، حيث تواصل العمل لساعات طويلة بشكل يومي لإعداده لتصوير الفواصل. واجهنا كثير من التحديات في تنفيذ هذه الفواصل، حيث تأتي الفكرة بنقل البيئة الخارجية لداخل الاستوديو وتصميمها، حيث نقلنا من الرمل والأحجار وتم تصميم بحيرة كاملة داخل الاستوديو. في المقابل عملت دائرة الإبداع والابتكار أيضا على تنفيذ ديكورات مختلف البرامج الرمضانية عبر ورش دائمة ونقاشات مستفيضة لدراسة طبيعة كل برنامج واختيار الديكور المناسب بألوانه وتفاصيله. كمهندس ديكور أسلم الفكرة فأناقشها مع المخرج، بعد ذلك أرسمها عن طريق البرنامج، فأرجع لمرة ثانية أناقشها للتعديل الأول، بعدين تكون تعديل ثاني إلى يتم الموافقة عليها ورسم تفاصيلها والتنفيذ.
الواجب الإنسان المسلم. الأمر لا يقتصر على الاستوديوهات الواقعية فحسب، وإنما يشمل العمل على الاستوديوهات الافتراضية في عدد من البرامج وإدخال المؤثرات البصرية بما يتناسب والتطور الرقمي. تم تنفيذ الديكورات الافتراضية عن طريق الاستوديو الافتراضي، هو عبارة عن مجموعة من الأجهزة التي تقوم بربط أشياء واقعية مثل الإنسان مع ديكور افتراضي. دائرة الإبداع والابتكار عملت أيضاً على تنفيذ فواصل العيد والتي سنشاهدها خلال أيام عيد الفطر المبارك. في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. 400 وظيفة جديدة للعمانيين بشركة المواصلات وخطط لشراء سفن سياحية بمواصفات عالمية. ريادة تؤكد استمرار دعمها لرواد الأعمال وتذليل التحديات لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أكثر من 30 مليون برميل إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر مايو الماضي. في ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، إلى اللقاء.